ورجعنا لكم والفقرة التانية من كلام كبار. فقرتنا دي هنتكلم فيها عن الأزواج، ومش أي زوج، احنا هنتكلم عن زوج ليه طابع خاص، الزوج النكدي. بس قبل ما ندخل في فقرتنا النهاردة، أحب أرحب بمروة وأقول لها مساء الخير عليكي يا مروة. مساء الخير عليك يا نهى، ومساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كلام كبار. النهاردة بطل فقرتنا هو الزوج النكدي. طبعا الشائع ان الزوجة هي المسؤولة عن النكد جوه البيت، لكن اكتشفنا ان في ازواج متخصصين في النكد الزوجي، خصوصا بعد فترة الحظر وتداعيات كورونا. ابتدى كل طرف من التاني يشوف التاني عن قرب ويشوف تصرفاته، وابتدت الزوجات تشتكي من تصرفات يمكن ما كانتش واخدة بالها منها في زحمة الحياة ومشاغلها. النهاردة هنعرف مين هو الزوج النكدي وايه هي تصرفاته وازاي نقدر نتعامل معاه. طبعا يا مروة، الزوج النكدي ليه مواصفات كتيرة جدا وليه أشكال كبيرة جدا، بس احنا النهاردة هنعمل سبوت كده على كام نقطة مهمين كان عليهم شوية جدل الفترة الأخيرة. منهم الزوج الصامت. الزوج الصامت هو الزوج اللي حاطط بلاستر على بقه، رافع شعار لا للكلام، معلن حالة من الكآبة. الزوج المفتقد للغة الحوار مع زوجته ومع بقية أفراد أسرته، ليه روتين كده معين خلال اليوم وعادات ما بيقدرش ان هو يغيرها، زي مثلا ان هو يمسك الموبايل طول الوقت، متابع السوشيال ميديا، او انه يتفرج على التلفزيون، او انه ينام، او اصلا يسيب جو البيت كله ويبدأ ينزل يقعد مع أصحابه ويقضي معاهم وقت كبير جدا. طبعا دوت بيخلق حالة من الفتور وفجوة كبيرة بينه وبين أولاده في البيت وبين أسرته. نرجع نقول ان رغم كل دوت، ممكن يكون نفس الزوج دوت بره متفاعل جدا مع اصحابه ومع اصدقائه، ولكن هو بيحب انه يعمل جو من الهدوء التام بينه وبين افراد اسرته في البيت، ودوت طبعا شيء مش مستحب خالص، وبيخلق جو من النكد في البيت ومع اولاده، ما بيبقاش في حوار ونقاش حر بينه وبينهم. فعلا يا نهى، دلوقتي في ناس كتير بيقولوا طب يعني هو الصمت بيجيب نكد؟ بيجيب نكد ازاي؟ طبعا الصمت بيجيب نكد لما الزوجه تلاقي جوزها طول الوقت مشغول في الماتشات، مشغول في السوشيال ميديا، مشغول مع اصحابه على القهوه. طب هي دلوقتي اتجوزت وسابت اهلها وسابت قرايبها وصحابها وما بقاش ليها غير جوزها، محتاجه ان هي تتكلم معاه، تحكي له عن مشاكلها، تحكي له عن يومها، تساله عن اي حاجه في شغله، عن اي حاجه في يومه. لما تلاقي كل ده بيتقابل بالصمت، طب هي دلوقتي هتعمل ايه؟ هتتكلم مع مين؟ هتبتدي تتضايق، وتبتدي يبقى في مشاكل بينهم، هيبتدي يبقى في نكد. ويجي بقى المصطلح الشهير جدا بين الازواج وهو الخرس الزوجي. مفيش كلام، مفيش اي حوار، بيبتدي مفيش غير المشاكل والنكد اللي يعني بيبقى طول الوقت موجود. كمان في زوج مفتعل للمشاكل، بيحب المشاكل جدا، بيحب يخلق جو من المشاكل، بيتكلم طول الوقت ولكن كل كلامه بيسبب مشاكل في البيت، عنده جو من الرتابة الشديدة جدا، لازم الأفراد البيت كله يسمعوا كلامه، لازم هو يكون المسيطر الأول والأخير في تحكمات البيت وطريقة النقاش، مفيش نقاش حر بينهم، لازم يبقى هو متحكم في كل شيء في البيت، ودوت طبعا بيخلق برضو جو من النكد جدا. الأزواج دي عادة بيبقى فيه أفكار ومعتقدات وبعض العادات والتقاليد اللي عارفينها قبل ما يتجوزوا، اللي بيكونوا مثلا سمعوها من أزواجهم، من أصدقائهم اللي سبق ليهم الزواج، أو من أمهاتهم، أو من التجارب اللي هم بيشوفوها في حياتهم. بيعتقدوا إن الزوج لازم يكون صامت، يكون ساكت، ما ياخدش على مراته قوي، ما يضحكش معاها، ما ياخدش ويدي في الكلام علشان مراته ما تاخدش عليه، علشان يبقى ليه هيبة ووقار جوه البيت. كمان في معتقد ان هو لما يزعق ويتخانق على كل صغيرة وكبيرة ويعمل مشاكل جوه البيت، ده بيخليه شخصية في البيت، ومراته تعمل له ألف حساب، وولاده يسمعوا كلامه. طبعا الحاجات دي كلها غلط، لان مش الصمت والسكوت هو اللي هيبقى ليه هيبة في البيت، ولا انه كمان لما يتخانق هو ده اللي هيعمل له شخصية. بالعكس، المودة والرحمة والتفاهم بين الأزواج هو ده اللي هيعمل السعادة جوه البيت، مش النكد أبدا.
تمام يا مروة. وكمان في أسلوب برضو صعب جدا موجود في رجالة كتير قوي، وهو الغيرة المرضية، الغيرة المبالغ فيها، إن هو يغير على زوجته ويغضب غضب كبير جدا على أتفه الأسباب، وكمان إنه يضخم الأمور، يخليه مثلا متحكم في كلامها في تصرفاتها، يقول لها مثلا أنت تخرجي إمتى وتدخلي إمتى، إن أنت لازم تعرفيني بتكلمي مين، متحكم حتى في علاقاتها الاجتماعية مع أفراد أسرتها أو مع أصدقائها بره. دوت طبعا بيخلي الغيرة تغلب على الحب والاستقرار اللي ما بينهم، والأمور بتتضخم جدا وبتخلي فيه عدم تفاهم، والموضوع دوت بيبقى بينهم برضو فجوة كبيرة قوي، والغيرة بتبقى مش بصورة سليمة، لأن طبعا الغيرة لما بتزيد عن حدها مش بتبقى كويسة. في كمان بقى غيرة بتبقى مدارية شوية، اللي هي الغيرة من نجاح الزوجة. الزوج عمره ما هيجي يقول للزوجة أنا متضايق من نجاحك ومتضايق من طموحك وإن أنت في شغلك مهمة، لا، هو بيحول ده لنكت جوه البيت، اللي هو أنت مش مهتمة بولادك، أنت مش مهتمة بيا، أنت مش مهتمة بابن البيت. بيعمل مشاكل على أي حاجة ممكن تكون صغيرة، لأن هو من جواه هو متضايق من حاجة معينة لكن هو مش قادر يفصح عنها، في حين ان ممكن تكون زوجته مهتمه جدا بالبيت، مهتمه جدا بيه، مهتمه بكل حاجه خاصه باسرتها، ومش عارفه هو الزعيق ده جاي منين والزعل ده جاي منين. كمان الزوج ده ممكن يكون قدام المجتمع بقى بيتباهى جدا بزوجته وبيتباهى بنجاحها، لكن ما يقدرش يجي يقول لها ده، لكن بينكد عليها بقى في البيت، انت عملتي انت ما عملتيش. فطبعا الزوجه بتبقى محتاره، طب يعني انت فرحان بنجاحي ولا انت متضايق من ان انا بشتغل؟ فبتبتدي ان هي تتوتر، بتبتدي ان هي تتضايق، يبتدي يبقى في مشاكل طول الوقت. لكن لو الزوج يعني عمل ده بطريقة لطيفة وشجع زوجته، ده هيبقى مش هيبقى فيه أبدا نكد بينهم ولا خلافات. أكيد طبعا. إزاي بقى نتعامل مع الزوج النكدي؟ طيب إحنا دلوقتي اتجوزت وخلاص اتدبست في زوج نكدي، طيب هتعمل معاه إيه؟ في انواع كتير وفي تعاملات كتير ممكن الزوجه تنتهجها مع زوجها، زي مثلا الزوج اللي هو مفتعل للمشاكل وطول الوقت بيتخانق على اي صغيره وكبيره، عامل توتر جدا في البيت، عامل قلق، حتى اولاده كمان بيخافوا منه او بيتوتروا وهو موجود. طيب الزوجه تعمل معاه ايه؟ ببساطه جدا الزوجه بذكائها بقى وبحبها لجوزها تنتقي الوقت اللي بيكون فيه رايق، اللي زي ما بيقولوا كده تكون الغزاله رايقه، تتكلم معاه بقى بالراحة، اللي هو مفيش حاجة أبدا مستدعية إن أنت تتنرفز، مفيش حاجة مستدعية إن احنا نتخانق طول الوقت، الحياة ممكن تبقى أبسط من كده، كل حاجة أنت متضايق منها أنا ممكن أعملها، ما يكونش في خناق كتير، الولاد ممكن نسيطر عليهم شوية ووالدهم موجود، كل حاجة هتيجي بالتفاهم، وسنة سنة إن شاء الله مش هيبقى فيه نكد ومش هيبقى فيه زعيق. هو فعلا الزوج النكدي بيكون عايز طريقة خاصة في التعامل، وخصوصا من زوجته هي هتجتهد شوية في إن هي تحاول تسيطر على أي سلبيات جواه وتحولها طبعا لإيجابيات، وتحاول تعمل له جو هادي في البيت علشان تبقى حياته مستقرة. وبكده تكون فقرتنا خلصت، حلقتنا خلصت، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد الساعة 1:30، كلام كبار.